بيجي منورانا كلاكات ثالث مرة تقريبا ساكن مع بعض، وكل مرة يعني منورين على المرة اللي قبل. ربنا يخليك يا رب. بنحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سعاد حسني، كلمينا النهاردة عن الاحتفالية الكبيرة اللي انتوا عاملينها. احنا دايما كل شهر او شهرين بنعمل لمواليد الشهر او الشهرين، فاحنا عاملين شادية وسعاد ونجيب الريحاني وليلى مراد، دولت من مواليد برج الدلو، فاحنا عاملين النهاردة مواليد برج الدلو عشان نحافظ على التراث، وعايزين ان احنا دايما الدكتور نبيل رزق هو اللي صاحب الافكار دي، وهو اللي بيحافظ على ان دايما نعمل الاحتفاليه دي. الفنانه سعاد حسني كان في كواليس واسرار من حياتها الجمهور ما يعرفهاش، ايه اللي الجمهور ما يعرفوش عن الفنانه الكبيره سعاد حسني حابه انك تقولي له؟ هو الناس عارفين ان هي ممثله بس، لكن هو الشهره والحب الناس ده كله ليه؟ لانها من النوع اللي كانت ما بتتكلمش على حد من وراه ابدا، ما بتحبش تجيب سيره حد، ولو حد قال لها مثلا حاجه على حد ترفض حتى تسمعه، تقول لا ما بحبش ان حد يتكلم على حد قدامي. فدي ما خلى الناس كلها تحبها، لانها عمرها ما بتتكلم على حد ولا بتحب تسمع حد بيتكلم على حد الا بكل خير طبعا، يعني لو حد بيجيب سيره حد بالخير فبتتبسط ان حد بيتكلم على حد كويس. موقف بينك وبينها مستحيل تنسى، يعني كل شويه تفتكر الموقف ده وتقولي اه الموقف ده وتقعدي تسمع عنه. لا هو في مواقف كتير، بس في حاجه يعني كنا مره في رمضان وكنا رايحين محلات نشتري شويه حاجات قبل الفطار كده، فكنا في باب اللوق، فهي تلبس نظاره كبيره قوي كده عشان الناس ما تعرفهاش، فدخلنا محل كنا بنجيب لعب للاطفال، فواحده بتقول لها انا بشبه عليكي انت شكل سعاد حسني بالظبط، قالت لها انا اختها، قالت لها طب واللي جنبك دي ايه؟ قالت لها اختها، اختها اختنا برضه. لقب السندريلا. تمام اتفضلي. هي لقب السندريلا ده وهي طفله، كانت في حفله في بابا شارو وكانوا بيختاروا من الأطفال الجمال اللي صوتهم حلو، فاختاروها كانت بتغني، فقالوا دي هتبقى السندريلا، لأنها ساعتها وقعت منها فردة الجزمة بتاعتها وجريت، فقالوا خلاص احنا هنسميها السندريلا، ومن ساعتها بقت اسمها السندريلا. لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.clacatnews.com.